السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو بمسمى بائعة الخضار، امرأة مسنة جالسة وقت الظهيرة تبيع الخضروات، ثم يأتي أعتقد مدون شخص اسمه عبد الرحمن العجيمي يصورها ويحقق معها ويستفزها ويهددها ويسيء الظن بها ويشهر بها. كل ما ذكرته حقيقة حصلت لهذه المرأة، وهذا كله مخالف أولا لشريعة رب العالمين، ثانيا لأنظمة وقوانين البلد الذي يعيش فيه هذا الشخص. هذا الشخص بتصرفه هذا أساء إلى نفسه وأساء إلى دولته وأساء إلى شعبه. صحيح هو لا يمثل إلا نفسه، نعم ألسنة الناس لا ترحم، ورحم الله امرئا جب عن نفسه الغيبة. أنت وضعت نفسك في موقف لا تحسد، والحمد لله كان الله ناصر هذه المرأة المسكينة، فجاءه كم هائل من السب والشتم والإهانة لهذا الشخص عبد الرحمن الذي يبلغ من 60 في عمره. وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على خذلان الله له. سبحان الله، فضحه في هذا العمر بتصرفه السيء هذا. ثم آخر أخبار أن تم إحالته إلى التحقيق من قبل النيابة العامة، فالحمد لله والشكر لله. امرأة كبيرة في السن، أولا تأتي تحقق معها وليس هذا من شأنك أنت. لو سلمنا جدلا أنها ترتكب خطأ، وهي لم ترتكب خطأ لأن جاية جالسة تترزق، ما عليك لو رأيت ظاهرة سيئة في بلدك ترفع السماعة من غير تشهير بها ومن غير إهانتها ومن غير تخويفها ومن غير التحقيق معها بصفتك ماذا أنت تتدخل في خصوصيتها، ترفع السماعة إلى جهة مختصة يأتوا يسألوا. هذه إذا كانت حقا ترتكب خطأ، لكنها لم ترتكب خطأ سواء كانت سعودية أو غير سعودية جالسة تترزق. النظام إيش يقول؟ لو سلمنا جدلا أتصل على الدورية يجون يسألوها لماذا أنت هنا؟ يعني بدل ما تمد يد العون لها وتساعدها تشهر بها وتسيء الظن بها. ثم الأصل في المسلم إحسان الظن، لماذا تقول قبل كل شيء تقول أنت لست سعودية أنت يمني؟ المرأة قالت سعودية بغض النظر سعودية ولا لا. المسلم يجب عليه أن يحسن الظن في المقابل حتى وإن كذب، كذبه على نفسه. هذه نقطة. والنقطة الثانية أنها لا يجوز لك تهديد أخوك المسلم، تهددها بالدورية. ليش؟ كأنها تسرق أو والعياذ بالله ترتكب محرم. لا والله لم ترتكب محرم هذه المرأة. ثم إساءة الظن بها أنها تستعطف الناس. لماذا تسيء الظن بها أنها تستعطف الناس جالسة في الشمس؟ لماذا لا تحسن الظن بها بأن الحاجة الملحة هي اللي أجبرها أن تعرض نفسها لهذا الموقف الصعب؟ وفعلا خرجت المرأة وسوف ترون كلامها أنها تعيل عائلتين، تعيل أبنائها 9 وتعيل أمها وعائلة أمها، فتقول أحصل على 200، 100 لأمي ومية لي. ألا تستحي على نفسك يا عبد الرحمن؟ ألا تخجل من نفسك؟ والله الشتائم قليل في حقك، مثلك يجب أن يحجر ويسجن ويتأدب ويؤدب حتى يكون عبرة لغيره. نعم مثله كثير. أنا اضطريت أن أتكلم على هذه المسألة، هناك نماذج مثل هذا الشخص ومثل هذا التفكير، لا شرعا ولا عرفا يسمح لك أن تتصرف هذا التصرف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه. على أي أساس أنت تشهر بها؟ وعلى أي أساس أنت تصورها؟ ما هي عندها خصوصيات، هل ترضى أن يجي أحد يصور زوجتك وهي جالسة أو في سوبر ماركت تتسوق؟ هل ترضى لذلك؟ ماذا فعلت؟ أي جريمة ارتكبت لكي تصورها وتشنع بها وتهينها وتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي؟ فخذلك الله ولله الحمد.
فحقيقة يحتاج أن نسجد لله الشكر لما حصل لهذا السفيه، ويجب هذا يكون درس لغيره ممن يحملون هذا الفكر. إذا كنت تعتقد هذه الوطنية فالوطن بريء منكم، وإذا كنتم أنكم تساعدون مجتمعكم فالمجتمع أيضا بريء منكم. ما هكذا تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا عبد الرحمن تورد الإبل. مناصرة الحق والوقوف وبيان الحق ليس بالتشهير بالناس ولا الإساءة إليهم ولا التحقيق معهم ولا نشر وضعهم. اسمعوا الحوار اللي دار بين هذا السفيه وهذه المرأة العجوزة. هذه ليست امرأة، هذه بقد 100 رجل من مثل هذا المدعو عبد الرحمن. هذه المرأة لم تذهب لتسرق ولم تذهب لتشحت، هذه المرأة بحثت عن لقمة عيشها بالحلال، وهذا يجب أن يكون فخر للمجتمعات وفخر للإنسانية وفخر للإسلام أيضا. نعم، يستطيع أي إنسان أن يبحث عن وسائل الحرام والمحرمات لكي يجمع أموال. كانت تستطيع أن تستقطب عواطف الناس بالشمس وتذهب وتشحت تمد يدها للناس، لكنها عفيفة لم تفعل. هذه ليست امرأة، هذه تعادل 10 رجال ممن على شاكلة هذا الرجل عبد الرحمن، الذي لا يحس للأسف بمعاناة الناس وما يمرون به من أزمات وما يلاقونه من صعوبات. لو سلمنا أنها تأخذ ضمان اجتماعي، لكن والله لو كانت تأخذ ضمان اجتماعي ويكفيها، أنا أبصم لك أنها ما وضعت نفسها في هذا الموقف، فما بالك بأصلا ما عندها ضمان اجتماعي. المهم تعالوا معنا نتابع الحوار. ليش؟ سمي؟ ليه ما يعطونك؟ ما رحت اقدم على ضمان الاجتماعي. او تقومين ما تقدمين للحكومه وتقعدين بعز الشمس تذبحين روحك، صح؟ ما تقول بعطيك فلوس واقعدي بالبيت، انت ترفضين وتقعدين بالشمس بعز الشمس وانت صايمه. اسمعني الله يسلمك. سمي. انا ابغى افهم، انت اللي تكلمني ليش تصورني؟ انا مواطن، انا ما صورتك، اصور البطاطس. طيب ليش؟ اصور البطاطس ابوري الناس المجتمع. أيوة. أيوة. انه في عندنا الحكومة. أيوة. تعطي. أيوة. وتكرم. أيوة. بس الناس ما يبون كرم الحكومة، يبون يعذبون نفسهم بالشمس. الحكومة تعطي وتكرم، لماذا تنقل صورة سيئة عن الحكومة أن الناس يقولون عنها أن الحكومة ما تكرم؟ لماذا هذا التفكير السخيف؟ الذين يقولون هذا الكلام لا يمثلون الناس لأن في قلوبهم مرض، فهل أنت واحد منهم أيضا؟ لماذا تسيء الظن؟ لماذا تظهر الحكومة بصورة سيئة؟ يعني أنت في كل ظنك عندما تقول هذا الكلام أنت تمدح الحكومة؟ أنت تسيء إلى الحكومة، أنت تفتح عيون الناس للإساءة إلى الحكومة بتصرفك هذا. الدولة تساعد والناس ما تريد، ما هي وجه المدح للدولة اللي أنت تتكلم عنها بهذا الأسلوب؟ الناس تقعدين بعز الشمس وتعذبين روح، استبين الناس يقولون مسكينة ويشترون، هذا الهدف؟ اشرحي لي، الناس كلها تسمعت ترى الحين، وما صورتت تقدرين تشكين أنا أصور البطاطس. استغفر الله، أنت سعودية ولا يمنية؟ والله من يمنية. وش انت اثيوبيه؟ اثيوبيه. وش انت؟ لاني بكلم الشرطه الحين، جايه. اي مو مشكله، ابشري هالحين. كلمت الدوريات، هذولهم الحين جايين، وخلنا نشوف وش اخرتها. تقول انا سعوديه. سبحان الله، تهددها بالشرطه، امراه عجوزه كبيره في السن جايه تترزق، ها تهددها بالشرطه؟ هذه هي الرجوله؟ رجولتك هذه خرج منها؟ سبحان الله، الحمد لله أن هذه الأشكال لا يحملون مناصب في الدولة، لأن والله لو كان هذا بهذا العقلية بهذا التفكير عنده منصب في الدولة لجاء إلى هذه المرأة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ومن غير أن يتأكد يسبها ويشتمها ويأخذ غراضها ويكبها. هذه النماذج رحمة أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم سلطة. هذا عبد الرحمن لو كان عنده سلطة
لتصرف أسوأ وأقبح وأخس مما هو يفعله الآن. فاتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في عباد الله، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ثم خرجت المسكينة تشرح حالها، وهذا يعني والله بدون ما تشرح حالها اللي عنده مسكة عقل يفهم أن هذه المرأة مضطرة أن تخرج في عز الصيف وفي الحر وهي صائمة وتعرض نفسها لهذه المشقة لأنها مضطر. أي واحد عنده عقل يفهم هذا الشيء. فلما لم تفهموا أنت يا مسكين؟ لأن الله خذلك وأنت مخذول. خرجت المرأة، اسمعوا ماذا تقول. خلفي من وراء قلت لها تفضل أبوي، وهو قاعد يصور فيديو يصور متابعينه. قلت لها تفضل أبوي وش تبي؟ جاني من هنا من قدام قال لي أنت وش قاعدة تسوين؟ قلت قاعدة أبيع. قال لي ليش ما تسجلين ضمان اجتماعي؟ قلت أنا ما عندي ضمان اجتماعي. قال لي ليش ما عندك ضمان اجتماعي؟ أنا ما عندي أي مشكلة، ما عندي أي غلط، أنا جاية أبيع، ماني جاية أتسول أو جاية أسوي أي شيء. نعم، جاية تبيع ما جاية تتسول، تطلع رزقها بعرق جبينها. إيش العيب فيه؟ إيش المشكلة اللي فيه؟ لا والله المشكلة مو فيها، لكن المشكلة في عقلك أنت المتخلف المتغطرس. ما تعيشهم تسوتهم من عرق جبين. أنا هنا جاية قاعدة لا صراحة المقطع أنا ما ظنيت صراحة أنا الأول مرة يجيني موقف زي هذا الموقف. هل سألت نفسك ما موقف الشرع من ظلم المسلمين والتعدي على حقوقهم وسوء ظن بهم وتهديدهم قبل أن تقبل وتقدم على هذا التصرف الشنيع؟ هل سألت نفسك؟ طبعا لا تسأل، لأن شيطانك هو اللي مسيطر عليك فينسيك الحق وينسيك العدل وينسيك الإنصاف وينسيك المسلم من سلم المسلمين بلسانه ويده. ما عندي أي غلط، أنا جاي أبيع، ماني جاي أتسول أو جاي أسوي أي شيء، أنا قاعدة أبيع أطلع لعيالي لقمة عيشهم كسوتهم من عرق جبين. مصروف أطلعها لعيالي. ما أنت مختلة عقليا، ما أنت سعودية، أنت يمنية. قلت أنا سعودية، أنا لي في المجال هذا 3 سنة وأنا قاعدة أبيع وأسري بالخضرة، مصروف أني أدخل لعيالي من الخضرة، كسوة عيالي من الخضرة، أنا قاعدة أبيع وأسري ما أروح أي مكان ثاني. شفت ان البيع مصلحه لي ولعيالي فقمت استمريت. فجاني هذا الرجال وقطع رزقي، وانا ما اقول الا الله يسامحه، ما ابغى منه شيء. عندي عيالي ما شاء الله 9 موجودين عندي في البيت، وشريكتي موجوده في البيت موجودين، عندي الوالده، عندي جدتي، كلنا. انا لين اروح ابيع وابسط اذا جبت 200 ريال انا. سبحان الله، من طيبتها هذه المراه تقول ما ابغى منه شيء اسامحه. سبحان الله، وأنت تتصرف معها هذا التصرف الشنيع يا عبد الرحمن. عندي جدتي، كلنا. أنا لين أروح أبيع وأبسط إذا جبت 200 ريال أنا أقسمها ما بيني وبين أهلي، أنا أقسمها ما بيني وبين أهلي، أنا أخذ 100 والوالدة تأخذ 100 وتقعد تصرف عليهم، يعني ما في إلا أنا اللي أدخل لهم الحين، وأحيانا ما يقصروا. أنا ما أقول لك امرأة تعيل عائلتين، تخيلوا تصوروا، إذا أخرجت 200 تعطي 100 لأمها مشان تعيل أولادها وأهلها، ومية تصرفها على أولادها. لا إله إلا الله. والله الإنسان عندما يشوف مثل هذه التصرفات يعني يكاد يبكي دما مما وصل إليه عقول وسخافات بعض الناس وقلة أدبهم وبعدهم عن دين الله عز وجل وعدم إنصافهم. خذلك الله وأنت مخذول، ساترة نفسها، مغطية، مطبقة شرع الله ودين الله في حلها وترحالها، نحسبها كذلك والله حسيبها، وتترزق. لماذا تعرضها لهذه الموقف؟ أنا اللي أدخل لهم الخير، وأحيانا ما يقصرون. أنا ما أقول لك أحيانا فعلي الخير ما يقصرون معي، يعني يجي إذا جوا أنا باسطة بالشمس والله إنهم يأخذونها كلها، ويقول لي تفضل يروح عند عيالك لا تقعدين في الشمس. سبحان الله، تقول في ناس يجون يشترون مني الخضرة كلها يعطوني حقي ويقولون روحوا اقعدي عند عيالك. لا إله إلا الله. لكن هذا السفيه
عكس الفطرة، لأن الأول هو الفطرة، يجب كان ينبغي له عندما يرى مثل هذا الموقف يساعدها ويمد يد العون لها لأنها محتاجة، مو يشهر بها. جاني أمي، أنا كنت أقول له خلنا نتفاهم أنا وأنت أحسن من ما إنك تنشرني، نتفاهم التفاهم زين. قال لي لا. سبحان الله، قايلة لها خلي تعال إحنا نتفاهم، تتكلم بعقل وبرزالة، تعال نتفاهم قبل ما تنشرني وتفضحني. لا لا لا، ما في تفاهم عند هذا السفيه، السخيف هذا ما في تفاهم عنده. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.